السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وعروض جديدة، وهنشوف عروض التميمي بمناسبة اليوم الوطني واحتفالات اليوم الوطني في التميمي. هنشوف مع بعضنا العروض، ولكن نبدأ مع بعضنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. من الناس كلها تقول معنا الذكر ونصلي على سيدنا محمد، ونبدأ مع بعضنا الجولة، وهنشوف بقى العروض الحلوة جدا في التميمي، عروض اليوم الوطني. وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة، شوفوا الفيديو بقى للآخر هتلاقوا عروض حلوة جدا. يلا بقى بينا نشوف عروض التميمي بمناسبة اليوم الوطني. أقوى عروض اليوم الوطني في التميمي، عرض على الحبحب أو البطيخ نازل من 3.5 لـ94 هللة الكيلو. الكيلو بـ94 هللة. البطيخ في التميمي نازل عرض حلو جدا من عروض اليوم الوطني، زي ما احنا شايفين 94 هللة للكيلو. عروض الكيك بمناسبة اليوم الوطني في التميمي نازلة من 59 ريال لـ40 ريال. كيك اليوم الوطني نازل بـ39.95 هللة بدلا من 58.85 هللة. في كمان حجم أصغر نازل من 32 لـ24.95 هللة. في كمان برضو اللي هو اللون الأحمر اللي هو ريد فليت، حجم صغير، في حجم كبير. الحجم الصغير 25، الحجم الكبير بـ40 ريال. في بقى يعني أسعار تانية كتير جدا بالنسبة للكيك. في برضو النوع ده من الكيك، الكيك ده نازل من 26 ريال لـ19.95 هللة. في برضو هنا دونات بـ1.5 ريال، في بـ6 ريال، في 4 ريال، في الدونات برضو هنا بـ3 ريال و4 ريال. يعني في حاجات حلوة كتير جدا في التميمي احتفالا باليوم الوطني. كمان من عروض التميمي نازل عرض على الرمان، رمان محلي طازج سعودي نازل بـ3.75 ريال هللة بدلا من 10 ريال. 3.75 ريال هللة بدلا من 9.95 ريال هللة. يعني من 10 ريال نازل 3.75 ريال هللة. رمان سعودي. كمان من العروض الطازجة في التميمي نازل عرض على المانجا، مانجا كيت مصري نازلة بـ4.5 ريال، بـ4.5 ريال بدلا من 8 ريال. مانجا كيت مصري 4.5 ريال. في الشمام الأردني الكيلو بـ8.95 ريال هللة. في أنواع كتيرة من الشمام هنا، في شمام برضو سعودي 7.5 ريال. في هنا برضو أناناس طازج الحبة بـ14 ريال. وفي برضو هنا شمام سعودي برضو بـ10 ريال. يعني كذا نوع من الشمام هنا. في الرمان اليمني، الرمان اليمني بـ7.95 ريال هللة، 7.95 ريال هللة. حلو جدا على دجاج رضوى، دجاج رضوى الـ1200، الـ1200 نازل بـ16.95 ريال هللة بدلا من 20.5. دجاج مجمد، الدجاج المجمد. في كمان هنا دو الـ1100 نازل من 20.5 لـ16.95 ريال هللة. عروض الدجاج المجمد يعني كويس جدا، 1200 بـ16.95 ريال هللة. في كمان الوطنية، الوطنية 900 جرام نازل بـ16.95 ريال هللة بدلا من 20 ريال. في كمان سادية 1200 بـ16.95 ريال هللة، 16.95 ريال هللة.
سادية صدور 750 جرام ب 18 ريال، سادية أنصاف صدور السادية ال 2 كيلو صدور نازل ب 40 ريال بدلا من 50 ريال. دجاج ردوة نازل عرض حلو جدا، دجاج ردوة المجمد ال 1100 ب 15 ونص، ال 1100 ب 15 ونص وال 1200 ب 16 ريال 95. هل ده دجاج مجمد؟ كله ده دجاج مجمد. كمان دو برضه دجاج مجمد ب 17 ريال او 16 ريال 95 هلله لل 1100. سادية ال 1000 دجاج مجمد سادية 16 ونص، 16 ونص. عروض التميمي بمناسبة اليوم الوطني، في عرض هنا على دجاج ردوة الكرتون، الكرتون نازل 149 ريال 95 هرل اللي هو 10 في 1100 اللي هي 1100، كميات كبيرة موجودة اهو، 149 ريال 195 هرل يعني 150 ريال بدلا من 205. ردوة الحبة الواحدة 1100 نازلة 150 ريال. عرض على صدور الدجاج اللي هي التميم ال 2 كيلو نازله ب 36 ريال 95 هرل، 36 ريال 95 هرل بدلا من 49 ريال. عروض الزيوت، في عروض حلوه جدا على الزيوت النباتيه، حياه 2 في لتر ونص باكت عبوه قيمه، حياه نازل كام سعر حلو جدا 17 ريال، 16 ريال 95 هرل، يعني الواحدة كده محسوبة بتمانية ونص بدلا من كام؟ 17 ريال بدلا من 38 ريال، 16 ريال 95 هرلة بدلا من 37 ريال 95 هرلة، يعني الواحدة كده بتمانية ريال ونص، وده عرض حلو جدا في الزيوت النباتية. كمان في عرض على زيت أوركيدا، زيت أوركيدا ده 3 لتر نزل برضو حلو جدا، زيت دوار شمس مكرر غني بالفيتامينات، 3 لتر نازل ب 19 ريال 95 هرلة، وده عرض حلو جدا برضو، 3 لتر ب 19 ريال 95 هرلة، يعني اللتر ب 6 ريال ونص محسوب كده يعني. في كمان هنا برضو زيت ابو زهرة، زيت ابو زهرة ده زيت دوار شمس نقي، نازل ب 12 ريال 95 هرلة، 12 ريال 95 هرلة لتر ونص. في كمان هنا صاني، صاني زيت نباتي برضو الاثنين مع بعضهم ب26 ونص، يعني الواحده ب13 وربع. في كمان هنا برضو زيت النخلتين، اثنين مع بعض زيت النخلتين ب19 ريال 95 هرله، يعني الواحده ب10 ريال، زيت النخلتين مع بعض اثنين مع بعض ب19 ريال 95 هرله. كمان هنا في زيت شمس دوار شمس 2 في لتر ونص معهم واحدة 500 مجانا ب28 ريال، التلاتة دول ب28 ريال. هنا زيت برضو زيت نور دوار شمس 2 في لتر ونص معهم واحدة كده 500 مجانا نازلة ب34 بدلا من 53، 34 بدلا من 53، الحبة الواحدة نازلة ب17 وربع بدلا من 25 ريال. عروض الزيوت حلوة برضو، يعني في عروض حلوة في عروض حلوة في التميمي، في مازولا اللي هو الذرة لتر ونص نازل ب21 ريال العبوة البلاستيكية. سمنة في التميمي في عروض مميزة في السمنة، في سمنة مازولا 800 ملي نازلة من 29 ل20 ريال او 19 ريال 95 هرلة، وفي اللي هي 400 ملي نازلة من 16 ريال ل13 ريال ونص، دي مازولا دي طبعا سمنة نباتي. في سمنة المراعي نازلة من 57 ل38 ريال او 37 ريال 95 هللة، في هنا سمنة كمان فارم اللي هي 1 كيلو 600 نازلة 80 ريال بدلا من كام؟ بدلا من 100 ريال، 100 ريال نازلة 80 ريال. في سمنة نباتي مازولا 2 كيلو نازله 30 ريال بدلا من 55، 30 ريال بدلا من 55. عروض على السمنه. الارز المصري السنوايت نازل ب 36 ريال 95 هرله اللي هو 5 كيلو، 36 ريال 95 هرله ال 5 كيلو اللي هو السنوايت المصري.
رز الأرز اللي هو بسمتي، في اللي هو أبو كاس. أبو كاس العشرة كيلو نازل من 89 لـ 73 ريال، ده العشرة كيلو 73 ريال. كمان في بنجابي المهيدب، بنجابي اللي هو الشعلان، بنجابي الشعلان اللي هو الكحلي، ده العشرة كيلو نازل بـ 70 ريال بدلا من 88، 69 ريال 95 هللة، والخمسة كيلو 39 ريال 95 هللة. كمان في اللي هو بسماتي اللي هو باسم التميمي، بسماتي التميمي 5 كيلو 36 ريال 95 هللة بدلا من 47 ريال، ده اللي هو الخمسة كيلو اللي هو التميمي 5 كيلو نازل بـ 36 ريال 95 هللة. في المهيدب اللي هو الخمسة كيلو، المهيدب الخمسة كيلو نازل بـ 47 ريال بدلا من 57، 47 بدلا من 57. في كمان برضو الخمسة كيلو اللي هو الوليمة بـ 42 نازل بـ 42، والوليمة ستايل نازل بـ 70، الوليمة ستايل العشرة كيلو نازل بـ 70 ريال. عروض على مكرونة التميمي، مكرونة التميمي التلات حبات الواحدة 400 جرام نازلة بـ 6 ريال، التلات حبات بـ 6 ريال 95 هللة، كل الأنواع الواحدة 400 جرام مكرونة التميمي. المكرونة في البريفيتو نازل التلات حبات من 19.5 لـ 11 ريال 95 هللة، يعني كده الواحدة بـ 4 ريال، 3 بـ 12. في كمان هنا جودي التلات حبات نازلين من 17 ريال 85 هللة لـ 12 ريال 95 هللة. عروض الطحينة كمان في التميمي نازل عرض حلو جدا على طحينة، طحينة اللي هي النخلة حلواني اخوان، نازلة من 28 لـ 18 ريال أو 17 ريال 95 هللة. في كمان طحينة كلاسيك السعودية 300 ملي نازلة من 14.5 لـ 9.5. كمان نازل عرض على طحينة الجميل، طحينة الجميل اللي هي 500 جرام نازلة 13 ريال 95 هللة بدلا من 26.25. عروض على الجبنة الفيتا، جبنة فيتا البقرات الثلاثة 500 جرام نازلة بـ 7.5 بدلا من 10 ريال. في كمان جبنة فيتا 200 جرام اللي هي المراعي نازلة بـ 4 ريال 75 هللة. عروض الشوكولاتة، في شوكولاتة كاتبوري نازلة كل الأنواع اللي قدامنا دي، كاتبوري كل الأنواع نازل بـ 11 ريال 95 هللة بدلا من 17.75 هللة. شوكولاتة كاتبوري الكيس 168 جرام بدلا من 17.75 نازل 11 ريال 95 هللة. كمان من عروض الشوكولاتة في هنا شوكولاتة جالاكسي نازل الأربع حبات بـ 9 ريال 95 هللة كل الأنواع، الحبة الواحدة 40 جرام، الأربع حبات بدلا من 15.80 هللة نازلة 9 ريال 95 هللة. عرض على مسحوق غسيل باسم أسواق التميمي نازل الـ 2 كيلو ربع بـ 16 ريال 95 هللة بدلا من 27 ريال، 2 كيلو ربع بـ 16 ريال 95 هللة مسحوق غسيل التميمي. مسحوق غسيل كمان من العروض، مسحوق الغسيل، مسحوق غسيل العملاق، العملاق ده 2.5 كيلو نازل من 30 ريال ل 16 ريال 75 هللة. جينتو 2 كيلو ربع